اجوا الشباب؟ ايه اجوا معلم، وزعناهم بكل محل. المعلم انتبه شي؟ لا معلم. عال خير أخي. وين المعلم؟ راح يصيد سمك. إذا مشتهي سمك كنا جبنا صندوق. هو حكى معك شي؟ ليش عم يعمل هيك؟ أخي ما بصير يمضي معي شوية وقت؟ الله يطول بعمركم، يمضي قد ما بده مرت أخي، شو هرباني منه؟ أخي رجاءً افهمني، عم حاول انقذ زواجنا ونحن ومكانتنا مرت اخي. ليش ما عم نشوف؟ لأنه الشجر عم يحجب الرؤية سيدي. انتي جاي تتصيد؟ لا يا معلم لا. هوني صال اجى على المكتب. وشو علاقتي؟ شو يعني شو علاقتي؟ ما لي علاقة بماتي معلم. عم يقول استمروا. ليش هو ما شاف الأخبار؟ أي أخبار؟ عم يقول لي أنا بعطيك زازا واسكندر سوا. إذا بيعطيك ياهم خدهم. معناتها عم تقول لي استمر؟
أنا هلأ صياد، إذا عندك شي سؤال عن السمك سألني، بس شغل الدولة دايمة. عم تهرب يعني؟ إيه عم أهرب. معلم الهرب مو غلط أبدا، بس أنت قطعتنا بنص الطريق. أنا وصلتكن لنص الطريق والباقي شغلتكن أنتو، يا بتختاروا ترجعوا مثلي يا بتكملوا وأنتو أحرار. أنت ما عم تسامحني، أنا فهمتها. شو هالحكي ميماتي؟ أنت قلت يلي بيقوص عبد الحي أنا ما بسامحه. وأنا ما سامحت حالي، قوصني وريحني. لآخر مرة بقلك أنت قوصته غصب عنك. ما بدي إياك تقوص حالك يا ميماتي، ويلي صار صار بالماضي وخلص. أنت كمان معك حق. بالتوفيق يا ريس. شو في بلوط؟ وين انت شريك؟ بالطريق. شو لوين رايح؟ بدي اخذ شغلي لقبر عبد الحي. وشو هالشغلة؟ ورد. ورد. شريك انت منيح؟ بعدين بنحكي. دير من يا عبد الحي أنا آسف إني أوسطك. شو عم تعمل شريك؟
عم كفر عن ذنوبي. ما ماتي لا تخبص. مثل ما تاب المعلم أنا كمان بدي توب، وما بقى بحياتي بلمس سلاح بإيدي. ما ماتي لكلي أنت شو أهبل ولا مجنون ولا مرضان؟ أنت شو يا زلمة؟ قتلت اللي بنادي أخي وبدي أفدي بروحي. شو بتعمل لو مو قتله؟ كأنك قوصته مزاج. يلا يلا قوم لك، يلا قوم من هون، خلينا نروح على المشفى.